الإحسان وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على محجة بيضاء نيلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا مالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبة رسول الله، المولى عز وجل يخاطبنا في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المسجد الأقصى فلسطين، باركنا حوله بلاد الشام. وبلاد الشام يا أحبة رسول الله تشمل في زماننا هذا فلسطين ولبنان والأردن وسوريا. هذا التقسيم هو تقسيم الاستعمار، ولكنها بلاد الشام وهي التي حول المسجد الأقصى المبارك رد الله غربته. أرض بارك الله فيها، وأرض أقسم الله بها، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين المقسم به هنا في هذه السورة يا أحبة رسول الله هو بلاد الشام. إشارة إليها بالتين والزيتون، من أعظم ما تنتج هذه البلاد. وطور سينين، طور سيناء، حيث كلم الله موسى عليه السلام. والبلد الأمين مكة المكرمة. فالله يقسم ببلاد الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ويذكر اليمن. ولعل تشابها اليوم بين اليمن والشام، اللهم بارك لنا في يمن وبارك لنا في شام. فأرض بارك الله فيها، ودعنا النبي صلى الله عليه وسلم له أرض أحبة رسول الله حوت بعد مقابر الصحابة في المدينة في بقيع الغربة. الشام تعتبر امتدادا لها، كثير من الصحابة قبورهم هناك، ومقبرة الصحابة في بلاد الشام في سوريا. كثير من الصحابة قبروا هناك أيام الفتوحات في عهد الخلافة الراشدة. فظلت الشام تسلم أمرها لله رب العالمين أيام الخلافة الراشدة، وتأول عليها الاستعمار أحبة رسول الله، وقطعها إلى سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. ثم فعل فعله في فلسطين، ويفعل فعله في لبنان، ويفعل فعله الآن في سوريا.
سوريا. هذا البلد أحبة رسول الله الذي أخرج العلماء من كبار علماء المسلمين في هذا البلد، وحتى اليوم وأيم الله أحبة رسول الله، رغم كيد الكائدين ورغم من أراد لها غير ما أراد الله لها، فإنها وحتى اليوم تخرج العلماء وتطبع الكتب أحبة رسول الله وترسلها إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لأجل ذلك ما أريد لها أن تؤدي دورا، ونحن نعلم أن عالمنا الإسلامي بعد الاستعمار، ولما قسم هذا التقسيم الذي نحن عليه اليوم 24 دولة، أريد لها أن تكون تبعا لمن استعمر. والشام كان يستعمرها الفرنسيون ويصنعون القيادات التي تقود، تماما كما فعلوا عندنا في السودان أيام وضعوا السودان والمناطق المقفولة التي انفصلت اليوم، حتى يجعلوا بين أفريقيا والمد الإسلامي والعربي حاجزا. أرادوا أن يجعلوا بين المد الإسلامي في الشام وبين علماء حاجزا، فكانت القيادات التي تختار أحبة رسول الله قيادات لا تعرف للإسلام طريقا. إن من يحكمون الشام اليوم هم من الفرق النصيرية، والنصيرية فرق شيعية تدعي أحبة رسول الله محبة علي، وهي تؤذيه، تجعل من علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وأساسها السبائية عبد الله بن سبأ، لا يشهدون لله بالوحدانية ولا يشهدون لنبيه بالرسالة، لذلك لا يخافون أن يضربوا ولا يخشون أحدا أن يقتلوا ولا يخشون أحدا أن يغتصبوا ولا يخشون أحدا أن يهدموا المساجد على أهلها ومن يصلي فيها. إن بلاد الشام اليوم تشكو أحبة رسول الله، وتشكو لمن؟ تشكو لله رب العالمين. وإن من هم بالشام اليوم، الشام فيها المسلمين السنة الذين يشهدون لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكانوا خلف لمن سلف من سلف هذه الأمة امتدادا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل امتدادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي حط ببلاد الشام، ودوننا بصرى ببلاد الشام بسوريا، حيث حط النبي صلى الله عليه وسلم أيام الصباء لما كان يتاجر في مال خديجة. هذا المكان حتى اليوم موجود وشاهد في سوريا أن سوريا تسلم أمرها لله رب العالمين مهما طال الطوال ومهما تفرعن الفرائن عليها خدمة رسول الله. قتلوا وفاق القتلى الشهداء حتى اليوم 15,000. لما أحبة رسول الله؟ لأنهم يريدون الحرية ويريدون أن يعبدوا الله عز وجل دون رقيب. الدولة أحبة رسول الله دولة أمنية بين كل أمني وأمني، يخشى فيها الإنسان على نفسه، وهذا الذي يحدث اليوم أحبة رسول الله. وانظروا أحبة رسول الله إلى ما يحدث في عالمنا الإسلامي مع هذه الثورات التي قامت في هذه البلاد في سوريا واليمن. انظروا إلى المعالجة التي تمت في اليمن كيف تمت، وانظروا إلى ما يحدث الآن في سوريا. لم يتدخل هؤلاء
يصرحون تصريحا ويعملون في السر عملا اخر. الغرب الذي ضرب القذافي وقتل القذافي، القذافي كان يحمل معلومات شتى حبه رسول الله، وكان شخصيه خطيره حتى على المسلمين، لذلك كان اغتياله حتى لو لم يغتاله النبيون لقتلوه. انظروا الى التعامل مع الثوره في مصر، والى التعامل مع الثوره في تونس. الان يصمتون لان هذا يؤدي الدور نيابه عنهم، يقتل السنه، يقتل من يشهد لله بالوحدانيه ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرساله. لا يريدون للشام ان تؤدي دورها المنوط بها. انها واي الله يا احبه رسول الله لا ينبغي ان تغيب عن العالم العربي والعالم الاسلامي لما فيها من ذخيره من العلم والعلماء، ولما فيها من حاضر واي الله ومستقبل. ولكنها احبه رسول الله لا بد باقيه، وان القتال لا يكون بالسلاح وانما القتال بالايمان. هناك اهل سوريا صامدون، من هم في الداخل صامدون، من هم في الخارج يخططون مع اخوانهم في الداخل، لان هذه القضيه قضيه بقاء او موت، يموتون لله شهداء او يكون النصر لقضيتهم، والنصر ات بمشيئه الله، لان الله وعد ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. نسال الله ان يثبت اخواننا في سوريا وفي كل مكان يجاهدون فيه العدو، نسال الله لهم النصر والنصر القريب بمشيئه الله. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء من شيء بعد. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اقتدى بهداه الى يوم الدين. ايها الاخوه الكرام، ان السياسه ومن يعمل فيها يعلم احبه رسول الله ان فيها ما فيها من النفاق، وأن فيها ما فيها من اللعب على الشعوب. فإن القيادات كانت تصنع، لذلك لما قامت هذه الثورات لو وجدوا من في هذه الثورات من يمشي في طريق ويلف لفهم لما تركوا جهدا أن يولوه وأن يدعموه وأن يقفوا معه. الغرب الآن يتحدث عن أن النظام يقتل شعبه، لا بد أن يوقف هذا القتل. انظروا كم من الزمن مضى، وانظروا إلى قضيتنا هنا في السودان لما ضربت دولة الجنوب في إدليب في السودان في شمال السودان. انظروا إلى القرارات هنا، وانظروا إلى القرارات هنا. إنه المكيال بمكيالين. لا عدالة في هذا العالم يا أحبة رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. ولعل الأمم كلمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يسقط أن تكون على الأمم المتحدة، ويسقط أن تكون على أمم الغرب التي تتداعى على الأمة المسلمة وأمة العرب. قالوا: أو من دلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنهم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. اليوم المسلمون مليار ونصف، مليار ونصف، واليهود في فلسطين بضع ملايين، والسلاح في الوطن العربي 24 دولة فيها ما فيها من السلاح، فيها ما فيها من العداء، فيها ما فيها من الجيوش، ولكنها باقية في مكانها. تدفع المليارات من وزارات مالية في الدول العربية للغرب ثمنا للسلاح. في بعض الأحيان هذا السلاح
تدفع قيمته الدول العربية والإسلامية، ولكنه يمشي إلى أمثال هؤلاء. لعل بالأمس القريب سفينة تخرج من الغرب إلى روسيا لتحمل سلاحا إلى سوريا ليضرب به هؤلاء العزل أحبة رسول الله، صغار وكبار، شيب وشباب، نساء ورجال. لما؟ لأنهم يريدون الحرية ويريدون أن يختاروا قيادتهم بأنفسهم، لذلك يقتلون. انظروا أحبة رسول الله، أكثر من 15,000 يقتلون لأجل أن يبقى زيد أو عبيد على الكرسي الرئاسي. نسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى حياضها. فنحن أمة حينما نقول هذا الكلام أحبة رسول الله، نحن مثله، كلنا في الهم شر. هذه الأمة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: مثل المؤمنين في دوائهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا يريدون منا أكثر من أن نذكرهم، وأكثر من أن ندعو لهم بظهر الغيب. إنها أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة. فلا يرضون منا إلا أن نذكر أو أن نذكر أن في سوريا الشام إشكال يقع على المسلمين هناك من قيادتهم ومن حكامهم، فلندعو الله سبحانه وتعالى لهم، فليذكرهم كل واحد منا بدعوة خاصة في سجود، أو بدعوة خاصة في السحر آخر الليل، أو بدعوة دبر صلاة، لأن بيننا وبينهم أخوة أحبة رسول الله، بيننا وبينهم ما أراده الله عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نسأل الله عز وجل أن يرد سوريا إلى حياضها التي ينبغي أن تكون عليه. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم على عدوهم. نسأل الله عز وجل أن يكف بأس هؤلاء عنهم. نسأل الله عز وجل أن ينصر هؤلاء عليهم. نسأل الله عز وجل أن ينزل عليهم شآبب رحمته وعلى المسلمين في مشارق الأرض وغيرها. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ول علينا خيارنا وأبعد عنا شرارنا، اللهم كف عنا شر أعدائنا بحولك وقوتك يا ذا الحول والقوة، اللهم عليك بأعدائنا أجمعين، نعوذ بك من شرورهم ونتلظ بك في نحورهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا لبعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ولا مفقودا من رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقبل ان اوضح ايها الاخوه الكرام، ان معنا بعض الإخوة من سوريا الشام يريدون أن يقابلوكم بعد هذه الجمعة، فأرجو أن نشاركهم وأن نستمع إليهم وأن نأخذ ما عندهم أحبة رسول الله كمشاركة منا في هذا البيت، في هذا الحي، في هذه المحنة التي تعيشها سوريا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلوا وسلموا على من نبيكم والصلاة والسلام عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد.